السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة فزورة، معلومة فزورة، ما 30 معلومة ب 30 فزورة خلال هذا الشهر الكريم. 30 معلومة ب 30 فزورة، اللي هيجاوب ال 30 فزورة إن شاء الله بإذن الله ممكن يكون من ضمن فريق الدعم لقناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس، وكمان هياخدوا جوائز إن شاء الله بإذن الله مقدمة من القناة. النهاردة معلومتنا هي عبارة عن سؤال، سؤال بنسأله لكل الناس، هو أنت ليه يعني ما بتخسش؟ هو انت ليه يعني جسمك مليان كده؟ يعني انت ليه ما قررتش انت تخس؟ كانت الاجابة اللي هو انا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت ان انا اركز شوية مع جسمي وان انا احضر اكلي والكلام ده. ساعتها بتسأله بتقوله طب انت عندك وقت لايه؟ يقولك اصلا والله انا مشغول في شغلي. والست تقولك يا اخي انا اصلا عندي بيتي بقى وعيالي ومدارس ودراسة ويوي والكلام ده. لقيت ان الناس دي عندها مشكلة في ترتيب الاولويات. ترتيب الاولويات يعني هم عندهم الاولويات مختلفة شوية، يعني هم بيبصوا ان الشغل اهم مني او من نفسي، ان البيت والولاد ودراستهم اهم من نفسي. يا اخي انا بحب ولادي اكتر من نفسي، عشان كده انا بهتم بولادي اكتر. لا، هو ده الصراحة يعني ده غلط، وغلط كبير جدا، وانا بعتبره من وجهة نظري ان ده شخص كده يعني اللي هو بيشتري دماغه او اللي هو بيستسهل. هو الحقيقة ان الاولويات ان انت تهتم بنفسك، وعندما تهتم بنفسك هتهتم بكل اللي حواليك. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو انت جيت عليك وقت ان انت تعبت، عييت، السمنة اثرت عليك، هتلاقي ان انت مش هتقدر تروح شغلك، مش هتقدر تهتم بولادك، ولا حتى هتقدر تتكلم معاهم وهتكون عبء عليهم. إذن ترتيب الأولويات كان من أهم أسباب النجاح لكل تجربة نجحت معانا. إعادة الترتيب إن هو جسمه أولا ونفسه أولا، ترتب عليه إن هو بقى دلوقتي مهتم بشغله وببيته وبولاده وبدراسته وبكل حاجة. علشان كده بقول لك ونصيحة ليك النهاردة، حاول ترتب من أولويات حياتك، حاول ترتب من أولويات حياتك. يعني خلي أول حاجة كده على رأس الموضوع هو نفسك وصحتك. ما تقولش أنا مش فاضي، أصلا أنا ما عنديش وقت إن أنا أحضر أكل أو مش عارف إيه. أنت كده كده بتاكل، أنت كده كده بتاكل، وزي ما هتاكل أكل غلط هتاكل أكل صح، بس محتاج منك إن أنت ترتب ده وترتب أولوياتك. فزورتنا النهاردة هقول لك ان انا ابتديت بوزن كام تقريبا، وحاليا في الفترة دي انا وزني كام. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. ما تنساش تتفرج على الفوازير اللي فاتت هنا من هنا، وكمان تتفرج على نظام رمضان من هنا، وتعمل سبسكرايب لما تدوس على الكورة دي، تعمل سبسكرايب من هنا علشان خاطر تدعم القناة، وكمان تتفرج على الفيديوهات التشجيعية لينا كلنا والناس اللي خسرت معانا على الصفحة. اسعد الله اوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى علي.